كشف النجم المغربي الكبير نور الدين أمرابط جناح نادي النصر السعودي عن سر مغامرته بشعبيته بين جماهير نادي النصر عند أمنيته بفوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا. وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بتخطيه عقبة أوراوا الياباني ليعود إلى عرش البطولة الأغلى في القارة بعد غياب 19 سنة كاملة وللمرة الثالثة في تاريخه. وأوضح أمرابط في تصريحات لبرنامج صدى الملاعب أن بعض الجماهير قامت بتوجيه سؤال له بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والتي فاز بها الزعيم 1-0 حول رؤيته للمتوج باللقب، فكان رده إن شاء الله الهلال، وهو هنا كان يقصد أن الله عز وجل إذا أراد هذا الفريق أن يحرز البطولة فلن توجد قوة تمنع هذا. واعتبر النجم المغربي أن تمني فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا ليس فيه خطأ، لأنه على جميع الجماهير في المملكة أن تفتخر بتحقيق فريق سعودي لقب دوري أبطال آسيا. وأشار نور الدين أمرابط إلى أن أياكس أمستردام الهولندي عندما وصل الموسم الماضي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هولندا بأكملها وقفت بجانبه حتى غريمه التقليدي أيندهوفن. وعن خوفه من مواجهة الهلال بعد تتويجه باللقب الآسيوي قال أمرابط: لماذا أخاف؟ نحن انتصرنا على هذا الفريق قبل شهر وعلى ملعبه. وشدد أمرابط على أن نادي النصر يملك كتيبة رائعة من اللاعبين القادرين على التتويج بالألقاب والمحافظة على الدوري. وانهالت الإشادات بنجم النصر من قبل جماهير الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر عقب هذا التصريح، حيث طلب البعض تواجده بقميص الهلال الموسم القادم. كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن محامي الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي أبلغ الإدارة برئاسة أحمد السائغ بطلب عقد الجمعية العمومية بتاريخ 12 من ديسمبر الجاري. وكان الأمير منصور بن مشعل قد توجه بطلب ثان لعقد الجمعية العمومية لحل مجلس الإدارة بعد رفض الطلب الأول لعدم نظامية وافتقاده المبررات. واتهم المشرف العام على الكرة بنادي الأهلي رئيس النادي بتخليه عن وعوده السابقة بتقديم الدعم المالي لتطوير المنظومة وعقد صفقات قادرة على اعتلاء منصات التتويج، كما أدانه بأنه يتدخل في عمل الأجهزة الفنية. وأفاد برنامج الحصاد الرياضي أن إدارة الأهلي تنتظر معرفة ما سيناقش خلال الاجتماع إن كان يتوافق مع اللوائح أم لا قبل الموافقة على عقد الجمعية. وكان كل من الأمير نواف بن عبد العزيز بن تركي والدكتور ياسر محروس العضوين الذهبيين بنادي الأهلي وجه خطابا لمجلس الإدارة يحمل نفس مطالبات بن مشعل من أجل عقد الجمعية العمومية غير العادية. وغير بعيد عن نادي الأهلي قام بن مشعل بعقد اجتماع مع المدرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جلسة للوقوف على احتياجات الفريق الأهلاوي من أجل سد ثغرات بعض المراكز وتدعيم الصفوف. واستقر غروس على الاستغناء على المدافع البوسني إيرفين زوكانوفيتش صاحب 32 عاما خلال يناير القادم. ويتجه الأمير منصور بن مشعل إلى التعاقد مع صانع ألعاب أجنبي خلال الانتقالات الشتوية بدلا من البوسني إيرفين زوكانوفيتش. شدد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم على جاهزية الأخضر لمواجهة قطر المرتقبة والمقررة في نصف نهائي كأس الخليج العربي. الأخضر بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد بلغ المربع الذهبي في خليج 24 كأول المجموعة بعد أن حصد 6 نقاط من انتصارين، فبعد
بعد الخسارة أمام الكويت بثلاثية استعاد توازنه على حساب البحرين وعمان بنتائج 2-0 و3-1. وضربت السعودية موعدا لملاقاة قطر في النصف النهائي الخليجي، وذلك بعد أن احتل الأخير وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث استهل مشواره بالخسارة أمام العراق قبل أن يصحح أوضاعه على حساب اليمن والإمارات. وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أقيم للحديث عن المباراة: نحن سعداء للتأهل إلى نصف النهائي، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة وقوية أمام قطر، لكننا مستعدون لخوض مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي من أجل التأهل. وأضاف قائلا: من الجيد أن نلعب في استاد الجنوب الرائع ووسط جماهير غفيرة، مما يخلق أجواء حماسية غير مسبوقة. وواصل حديثه بالقول: لدينا فريق ممتاز يلعب كرة جماعية، وأعتقد أننا نعمل على تطور الأداء، وهذه أفضل طريقة في مثل هذه البطولات، والظروف في المباراة الأولى يعرفها الجميع بالتأكيد. وأتم رينارد: المنتخب القطري يمتلك هجوما قويا، وهم مميزون في نقل الكرة بشكل جيد، ولكن أيضا للفريق نقاط ضعف، ولسنا هنا لانتقاد المنافس، بل سنترك ذلك ونصب كامل تركيزنا في المباراة. قدمت إحدى الشركات الراعية لنادي الهلال السعودي مكافأة مالية ضخمة لعناصر الفريق الأول بمناسبة تتويج الزعيم ببطولة دوري أبطال آسيا 2019. الهلال توج بالبطولة الآسيوية للأندية 2019 بعد الفوز أمام أوراوا إيابا وذهابا، ليؤكد على زعامته للقارة الصفراء وانتزاع صدارة الأندية التي حصلت على لقب دوري أبطال آسيا. وحصد فريق الزعيم لقب دوري أبطال آسيا 2019 الذي يعد الأول بالمسمى الجديد الذي بدأ عام 2003 والثالث في المجمل. ومنح الشريك الاستثماري مكافأة مالية لنادي الهلال تقدر بمليونا ريال سعودي، كما فجرت مفاجأة سارة للجماهير الزرقاء. وأشارت الشركة الراعية للزعيم إلى تلقيها أكثر من 100,000 طلب من جمهور الهلال للتصوير مع كأس دوري أبطال آسيا. وقامت الشركة بمسابقة عبر تطبيقها يفوز بها 100 شخص للتصوير مع الكأس القارية. وقررت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل خوض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لبطولة كأس العالم للأندية 2019 بقمصان تحمل 3 نجوم رمزا لللقب الآسيوي الثالث. ويستعد الهلال لملاقاة الترجي في 14 من ديسمبر في الدورة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام منافساتها خلال الفترة ما بين 11 و21 من ديسمبر. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أوصى الهلال بضرورة اللعب بقمصان تحمل 3 نجوم فوق شعار الفريق رمزا لألقاب دوري أبطال آسيا التي توج بها الهلال في أعوام 1991 و2000 ثم 2019. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.